السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول بالمدارس الصناعية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض في مادة الرسم الفني إزاي نرسم المنظور الهندسي والمساقط الثلاثة للأجسام الهندسية. طبعا يعني إيه الأجسام الهندسية أو المجسمات؟ هي الأجسام اللي بيكون ليها طول وعرض وارتفاع، زي مثلا المكعب، زي متوازي المستطيلات، زي المنشور الرباعي، زي المنشور الثلاثي او المنشور الخماسي. كل الاشكال ديت هنعرفها مع بعض ان شاء الله، وازاي نرسم المنظور الهندسي للمجسم. يعني زي ما خدنا قبل كده برضو في حلقات سابقه، قلنا ان المنظور الهندسي دوت بيوضح لي الابعاد بتاعه الشكل اللي قدامي من الثلاث اتجاهات: الاتجاه الامامي اللي احنا بنسميه المسقط الرأسي أو المستوى الرأسي، والاتجاه الجانبي، يعني بيوضح لي الأبعاد والأشكال أو المقاسات اللي في المجسم أو الشكل اللي أنا برسم له المنظور دوت من الجنب. والاتجاه الأفقي، يعني لو بصينا عليه من أعلى الأبعاد والمقاسات اللي احنا هنشوفها من أعلى دي هنسميها المسقط الرأسي. نبص مع بعض كده في البداية، نشوف أبسط حاجة عندنا متوازي المستطيلات. طبعا أدي الشكل بتاعه على الشاشة قدامنا، عبارة عن إيه؟ المتوازي المستطيلات زي ما احنا شايفين ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع، وبيكونوا مختلفين عن بعض. في شكل تاني زي المكعب، بيكون الطول والعرض والارتفاع بيكونوا متساويين. عندي المنشور الرباعي برضو من المجسمات، لو لاحظنا هنلاقي ان القاعدة بتاعته بتكون على شكل مربع، يعني الطول والعرض متساويين لكن الارتفاع بيكون مختلف. وبالنسبة للمنشور طبعا القاعدتين بتوعه اللي هما متوازيين بيكونوا شكل بعض، يعني زي ما احنا شايفين كده على الشاشة هنلاقي القاعدة بتاعت المنشور على شكل مربع، والقاعدة اللي بتوازيها اللي تحت برضو على شكل ايه؟ مربع، لكن الارتفاع اللي بينهم طبعا بيكون مختلف، وبتكون عبارة عن مستطيلات، الأوجه بتاعته عبارة عن مستطيلات. لو جينا بقى نرسم المنظور الهندسي لمتوازي المستطيلات، في مثال عندي بيقول لي ارسم المنظور الهندسي والمساقط الثلاثة لمتوازي مستطيلات قاعدته 65 في 30 ملم، يعني الطول بتاعه 65 ملي والعرض 30 ملي متر والارتفاع 40 ملي متر، والقاعدة توازي المستوى الأفقي والوجه 65 في 40 ملي متر يوازي المستوى الرأسي. يعني معناه طبعا في المثال اللي قدامنا بيوضح لي وضع المنظور دوت في الفراغ، هو محطوط بأنهي شكل؟ ما احنا عرفنا ان هو ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع. طيب انهي ضلع اللي هيكون بيوازي الراسي؟ انهي ضلع اللي هيكون في الجانب؟ خلاص، فبيوضح لي طبعا في المثال ان القاعده بتاعته اللي هي 65 في 30 هي ديت اللي بتوازي الافقي، يعني القاعده اللي تحت الطول بتاعها كام؟ 65 والعرض 30 ملم، لكن الارتفاع كام؟ 40 ملم. وموضح لي كمان إن الوجه 65 في 40 ده اللي بيوازي المستوى الرأسي. فنيجي نبدأ مع بعض كده ونشوف هنرسم متوازي المستطيلات إزاي. أول حاجة بنرسم خط الأساس، خط أفقي خفيف، وبعدين أبدأ أرسم خط عمودي عليه بالزاوية القائمة، ممكن نعمله بالمنقلة أو ممكن نعمله بالمثلث بالزاوية القائمة. وبرسم زاويتين 30 درجة، زاوية ناحية اليمين وزاوية ناحية اليسار، يبقى زاويتين 30 درجة. ممكن نعمل الكلام دوت بالمنقلة، نروح حاطينها على خط الأساس اللي احنا رسمناه في البداية، واروح عامل التلات زوايا على طول مرة واحدة. عند الزاوية 30 اللي على اليمين اروح حاطط نقطة، وعند الشمال هنلاقي برضو مكتوب زاوية 30 برضو اللي هي هتلاقي مكتوب تحتها 150 برضو اروح حاطط نقطة، وعند الزاوية 90 فوق اروح حاطط نقطة، وبعدين اروح موصل الثلاثة، هحصل على الثلاث زوايا على طول في خطوة واحدة.
بعد كده أبدأ أرسم الأبعاد اللي هو قال لي عليها في المثال. هو قال لي طبعاً إحنا ناخد بالنا إن المستوى الرأسي في المنظور بيبقى ناحية اليمين، والمستوى الجانبي بيبقى ناحية اليسار. فهو في المثال قال لي إن الوجه اللي مقاساته 65 في 40 ده بيوازي المستوى الرأسي، يبقى معنى كده إن أنا لما أجي أرسم الأبعاد بتاعتي أهو الطول دوت الخط دوت اللي إحنا رسمناه خلاص طوله كام؟ 65 ملم اللي هو اللي باللون الأزرق ده. وبعدين الارتفاع بتاعه 40 ملم، يبقى الخط القائم اللي إحنا كنا راسمينه اللي هو باللون الأحمر دوت هناخد المقاس كام؟ هيكون 40 ملم. طب الخط الثاني اللي على اليسار كام؟ هيبقى 30 ملم. اهو بالشكل ده. يبقى ادي الابعاد اللي هو قال لي عليها في المثال، خلاص؟ القاعده 65 في 30، يبقى الخط اللي على اليمين دوت طوله 65 ملم. والخط اللي على اليسار طوله 30 ملم. الخط القائم اللي هو الارتفاع دوت 40 ملم. نبدا نكمل بقى بقيه المنظور، فنعمل ايه؟ نيجي عند بدايه الخط اللي على اليمين اللي هو الطول بتاعه اللي هو 65 ملي، واروح راسم زاويه قائمه، ارسم خط قائم طوله كام؟ نفس الارتفاع اللي هو 40 ملي متر، وبرده اروح ناحيه اليسار وبرده ارسم خط قائم ثاني طوله برده 40 ملي متر. كل الارتفاعات هنا ايه؟ متساويه. وناخد بالنا ان كل الخطوط المتوازيه بتكون نفس المقاس او نفس الطول. بعد كده اروح موصل بقى، اوصل الارتفاعات ديت اللي احنا رسمناها مع بعض، وبعدين اكمل بالمثلث بالزاويه ال 30 درجه، وارسم خط زي ما احنا شايفين كده يوازي الطول بتاع متوازي المستطيلات، واخد المقاس بتاعه برده اللي هو كام؟ 65 ملم. وبعدين اروح موصل الضلع الصغير بقى، فنشوف كده الشكل بدأ يظهر قدامنا، هو شكل متوازي المستطيلات، بس في خطوط لسه بتكون خلفية، هي موجودة ورا في الخلف احنا ما بنبقاش شايفينها، بس هي طبعا من التفاصيل اللي بتبقى موجودة في الشكل فلازم ارسمها. فهنرسمها ازاي؟ على شكل خطوط متقطعة، يعني عبارة عن شرط. فاروح انا جاي من الارتفاع من فوق كده من الزاوية اللي فوق ديت، واروح جاي راسم خط قائم زي ما احنا شايفين طوله نفس الارتفاع برضو اللي هو كام؟ 40 ملم. والخط دوت هيكون شرط لانه خط مختفي زي ما قلنا في الجهه الخلفيه. وبعد كده اروح موصله بالزاويه اللي تحت اللي في الركن اللي على اليمين بالشكل ده، خط نقط برضو مختفي لانه مش هيكون باين قدامنا. وادي الطول اللي هو برضو موجود في الجهه الخلفيه، برضو نعمله عباره عن ايه؟ عباره عن شرط. كده احنا رسمنا المنظور الهندسي لمتوازي المستطيلات، وزي ما احنا شايفين انه واضح لي على الشاشه، المنظور موضح لي الابعاد بتاعت الشكل كلها، الطول بتاعه اللي هو اللي على اليمين دوت 65 ملم، العرض الناحيه الثانيه اللي على اليسار 30 ملم، الارتفاع 40 ملم، والاوجه بتاعته كلها باينه قدامي في الشكل. نرقم بقى الرؤوس بتاعته علشان هنستخدمها لما نيجي نرسم المساقط الثلاثة. ادي النقطة الأولى هنسميها رقم واحد، والثانية نسميها رقم اثنين، فوق ثلاثة، والثانية تبقى ايه؟ أربعة. يبقى الوجه اللي هو قدامنا دوت خلاص اللي هو ناحية المستوى الرأسي هنسمي النقط بتاعته أو الرؤوس بتاعته واحد واثنين وثلاثة وأربعة. طيب اللي موجود بقى في الجهة الخلفية هنسميهم برضو ايه؟ خمسة، وبعدين ستة، وبعدين النقطة اللي فوق سبعة، والنقطة الأخيرة ثمانية. كده احنا حددنا الرؤوس بتاعة متوازي المستطيلات قدامنا زي ما احنا شايفين، كل ضلع عارفين بدايته ونهايته وسميناه، علشان النقط ديت هنحتاجها لما نيجي نرسم المساقط الثلاثة. نيجي بقى نبص كده ازاي نرسم المساقط الثلاثة. زي ما تعودنا قبل كده بنرسم المحورين، محور افقي ومحور تاني عمودي عليه اللي هو المحور الرأسي. المسقط الرأسي بنرسمه ناحية اليسار، والمسقط الجانبي بنرسمه ناحية اليمين، والمسقط الافقي تحت المسقط الرأسي. وبعدين
نبدأ نرسم المسقط الرأسي. هروح واخد خط خفيف كده، ناخد بالنا برضو الخطوط اللي هي باللون الأحمر دي خطوط خفيفة، خطوط مساعدة ما نتقلش عليها، لكن الخطوط اللي هي باللون الأزرق أنا مفرق لك ما بين الاتنين هي اللي تبقى خطوط تقيلة، خلاص؟ لأن هتبقى هي الخطوط الأساسية في الرسم. الخط اللي احنا رسمناه دلوقتي دوت ممكن أسيب سنتي، 1 سنتيمتر بس كفاية من المحور الرأسي وأروح جاي رسمه، وبعدين أرسم خط تاني برضو أبعد عن المحور الأفقي 1 سنتيمتر. طيب اشمعنى 1 سنتيمتر؟ عادي أنت ممكن تسيب 2 سنتيمتر أو أكتر، لأنه هنا في المثال ما حددلكش أبعاد معينة عن المستويات الثلاثة، يعني ما قالكش بيبعد عن المستوى الرأسي كم سنتيمتر أو كم مليمتر، ما قالكش بيبعد عن الجانبي كم مليمتر، فخلاص يبقى أنت تروح سايب المسافات ديت، تسيب 1 سنتي كفاية زي ما احنا شفنا كده من المحور الأفقي وخدنا خط خفيف، وبعدنا برضو عن المسقط الجانبي أو المحور الرأسي يعني، بعدنا عنه 1 سنتيمتر، وبعدين أبدأ بقى أرسم المسقط الرأسي. المسقط الرأسي زي ما احنا شفنا في المنظور في جهة اليمين كنا هنشوف إيه؟ كنا هنشوف عبارة عن مستطيل، المستطيل دوت أبعاده 65 مليمتر في الارتفاع بتاعه كام؟ 40 مليمتر. فهبدأ أرسم المستطيل دوت قدامنا، أدي الخط اللي احنا عدنا عليه باللون الأزرق أهوت، طوله كام؟ 65 مليمتر، وبعدين الارتفاع 40 مليمتر. أكمل الناحية التانية، أجي عند نهاية الضلع اللي هو الطول بتاع المستطيل اللي قدامنا، أروح أرسم خط قائم تاني طوله كام؟ برضه 40 مليمتر، لأن احنا قلنا الارتفاع بتاعه أو كل الخطوط المتوازية كلها متساوية ليها نفس الطول. وبعدين اروح موصل بقى الضلعين مع بعض احصل على مستطيل. المستطيل دوت هو مين؟ هو المسقط الرأسي. يعني معنى كده ان انت لو وقفت قدام المنظور الهندسي اللي هو على شكل متوازي مستطيلات ده من الجهة الأمامية، انت شايف ايه؟ شايف مستطيل اللي هو المستطيل الكبير اللي كانت ابعاده كام؟ 65 في الارتفاع بتاعه 40 مليمتر. طيب ما تيجي نرقم بقى النقط دي. النقطة الأولى ها كانت ايه؟ 1 و5، الثانية 2 و6، اللي فوق 3 و7، الأخيرة 4 و8. طب اشمعنى النقط ديت؟ لو تفتكر كده النقط اللي احنا رقمناهم على متوازي المستطيلات على المنظور الهندسي كان النقط سميناهم ايه؟ على الرؤوس بتاعة المتوازي، متوازي المستطيلات، قلنا 1 2 3 4، ده المستطيل اللي هو كان باين في الجهة الأمامية اللي انت شايفه. طب المستطيل الثاني اللي كان في الجهة الخلفية اللي ورا اللي كان عبارة عن ايه؟ خط عبارة عن شرط او خط متقطع يعني اللي احنا ما كناش شايفينه، سميناه ايه؟ سمينا النقط بتاعته او الرؤوس بتاعته 5 و6 و7 و8. يعني معنى كده النقطتين 1 و5 دول اللي هم موجودين ورا بعض، النقطتين 2 و6 برضو موجودين ايه؟ ورا بعض. يعني لو حابين نرجع تاني للمنظور الهندسي علشان نشوف الجزئية ديت ونفهمها أكتر، نرجع له بسرعة كده أهو. لو احنا بصينا كده في الجهة الأمامية زي ما قلنا كده أهو، لو احنا بصينا من ناحية اليمين هنشوف إيه؟ المستطيل الكبير اللي هو 1 2 3 4، وهو ده المستطيل اللي احنا رسمناه في المسقط الرأسي. طيب وانت باصص كده من الجهه ديت مش في المستطيل التالي اللي موجود في الجهه الخلفيه؟ الابعاد بتاعته او النقط بتاعته اسمها ايه؟ 5 و6 و7 و8. طب لو انت بصيت كده النقطه رقم 1 دي وراها مين؟ 5، فالاثنين دول هيظهروا عندك عباره عن نقطه واحده. النقطه الثانيه اللي هي رقم 2 بص وراها كده مين؟ 6. انت لما تكون واقف هنا كده ناحيه اليمين فانت مش هتبقى شايف النقطه رقم 6 لأنها ورا النقطة رقم 2 على طول. فوق برضو النقطة رقم 3 وراها مين؟ وراها النقطة رقم 7. والناحية التانية النقطة رقم 4 وراها النقطة رقم 8. طيب تعالى بقى نرجع تاني للمساقط اللي احنا رسمناها ونشوف النقط اللي احنا حددناها. آدي المستطيل اللي ظهر في المسقط الرأسي، وزي ما قلنا
الرؤوس بتاعته بقى لما نيجي نسميها، ادي النقطة الأولانية اللي هي واحد وكان وراها مين؟ النقطة رقم خمسة. النقطة الثانية كانت اتنين وراها مين؟ ستة. النقطة اللي فوق ثلاثة وكان وراها النقطة رقم سبعة، والأخيرة كانت أربعة وراها النقطة رقم ثمانية. كده احنا رسمنا المسقط الرأسي. عايز أرسم بقى المسقط الجانبي. فطبعا لما اروح بقى ارسم المسقط الجانبي، يعني معناها كانك انت هتتحرك بدل ما انت واقف كده في الجهه الاماميه قدام قدام المجسم اللي انت رسمته اللي هو عباره عن متوازي مستطيلات، وهتروح تقف في الجنب. فانت لما تقف في الجنب هتشوف ايه؟ هتشوف مستطيل برضه، بس المستطيل الصغير بقى اللي هو كانت ابعاده كام في كام؟ كانت 30 ملم والارتفاع برضه 40 ملم. هنرسم طبعا المسقط الجانبي هنا بنفس الطريقه. بعدنا 1 سنتيمتر من المحور الرأسي، ورسمنا الضلع بتاع المستطيل اللي هو كان كام؟ 30 مليمتر، والارتفاع نبدأ نرسمه نفس الارتفاع برضه اللي كان في المستوى الرأسي اللي هو 40 مليمتر. وبعدين أجي عند نهاية الضلع اللي أنا رسمته وأرسم الارتفاع الثاني برضه نفس المقاس 40 مليمتر وأوصلهم ببعض. حصلت على المستطيل اللي هو موضح لي ايه؟ المسقط الجانبي. هبدا ارقم برضو النقط ديت اهو، هتبقى النقطه رقم كام؟ 1 و2، النقطه الثانيه 5 و6، والنقطه اللي فوقيها 7 و8، والنقطه الاخيره 3 و4. طبعا احنا فهمنا بقى النقط ديت احنا بنحددها ازاي. لو رحنا بصينا كده في من الجهه الجانبيه علشان نبص على المجسم اللي هو عباره عن متوازي مستطيلات، فانا هبقى شايف ايه؟ هبقى شايف النقط اللي هو المستطيل اللي هو عباره عن ايه؟ النقط بتاعته 2 و6 و7 و3. النقط الثانيه ديت هي اللي موجوده خلفها، فبنرسمها برضو او بنرقمها برضو. يعني النقطه رقم 1 دي موجوده خلف النقطه رقم 2 خلاص، والنقطه رقم 5 موجوده خلف النقطه رقم 6، والنقطه 8 موجودة خلف النقطة رقم 7، والنقطة 4 موجودة خلف النقطة رقم 3. بالنسبة للمسقط الأفقي لما أجي أرسمه، طبعًا يعني إيه المسقط الأفقي؟ قلنا من شوية إن أنا لو بصيت على المجسم ده من أعلى، فإيه اللي أنا هشوفه؟ المستطيل اللي هشوفه اللي هو اللي فوق هيكون دوت عبارة عن المسقط الأفقي. طيب علشان نرسمه أهو، هروح واخد إسقاط من المسقط الرأسي، يعني من عند نهاية المستطيل اللي احنا رسمناه في المسقط الرأسي، اروح واخد خط خفيف عشان يبقى نفس المقاس بتاع المسقط الافقي، وبعدين هاخد اسقاط من المسقط الجانبي برضو الخط الخفيف اللي باللون الاحمر اللي انا رسمته ده اهو، وبعدين بالبرجل هنقف في المركز او نقطة تقاطع المحورين، المحور الرأسي والمحور الافقي، واروح جاي راسم قوس خفيف برضو بالبرجل، وأطول الخط دوت بقى بالمسطرة على استقامة واحدة، وبعدين أروح أخد النقطة الثانية اللي هي نهاية الضلع يعني عند النقطة رقم واحد، وأنزل برضو بخط خفيف، وبعدين بالبرجل أقف في نقطة تقاطع المحاور، وأروح راسم قوس برضو بالبرجل علشان أخد الإسقاط بتاعها في المسقط الأفقي، وبعدين أكمل الخط دوت بالمسطرة على نفس الامتداد علشان يتقاطع مع الاسقاطات اللي احنا كنا نازلين بيها من المسقط الرأسي. فهنلاحظ ايه؟ حصلنا على مستطيل هنا في المسقط الافقي، والمستطيل دوت الطول بتاعه زي الطول بتاع المسقط الرأسي، والعرض بتاعه زي مين؟ زي العرض بتاع المسقط الجانبي. طبعا هنبدا نتقل عليه اهو، اروح متقل بقى على الخطوط بتاعه المسقط الافقي أو المستطيل اللي احنا قلنا عليه اللي باللون الازرق قدامنا، لكن الخطوط الباقيه الاقواس بقى والخطوط اللي باللون الاحمر دي خطوط مساعده، فاحنا هنسيبها باللون الاحمر كده وتبقى خطوط خفيفه لما تيجي ترسم. هرقم برضو النقط بتاعه المسقط الافقي. النقطه الاولانيه رقم 4 و1، النقطه الثانيه 3 و2، النقطه الثالثه اللي هي اللي فوق 7 و6، والنقطة الأخيرة رقم 8 و5. كده احنا رسمنا المساقط الثلاثة لمتوازي المستطيلات، وزي ما احنا شايفين
المساقط ديت بتوضح لي ايه؟ زي ما قلت بتوضح لي التفاصيل والابعاد بتاعه المنظور من الثلاث جهات، الجهه الاماميه دي اللي احنا بنسميها المسقط الراسي، ومن الجنب الابعاد اللي انت هتشوفها والتفاصيل بتاعه الشكل اللي انت شايفه دي بنسميها المسقط الجانبي، والاخيره اللي هي اللي تحت اللي هي التفاصيل بتاعه المجسم والابعاد بتاعته لما انت تبص عليه من اعلى، فاللي انت شايفه ده هنسميه ايه؟ نسميه المسقط الافقي. نروح بقى كده لشكل تاني اللي هو المكعب، والمكعب بسيط جدا وابسط كمان من متوازي المستطيلات. ليه؟ لان الابعاد بتاعته كلها متساويه، الطول بيساوي العرض بيساوي الارتفاع. فنشوف مثال كده مع بعض، بيقول لي ارسم المنظور الهندسي والمساقط الثلاثه لمكعب طول ضلعه 50 ملم. طيب هو هنا ما قاليش اي تفاصيل تانية، ما بيقولكش بقى العرض ولا الارتفاع. ليه؟ عشان احنا اتفقنا ان المكعب اطوال اضلاعه كلها متساويه. نبدا نرسم المنظور الهندسي بنفس الطريقه اللي احنا رسمنا بيها المنظور الهندسي لمتوازي المستطيلات. اول حاجه بنرسم خط الاساس، خط افقي خفيف، وبعدين ارسم خط عمودي عليه بزاويه قايمه 90 درجه، وزاويه 30 درجه ناحيه اليمين، وزاوية 30 درجة تانية ناحية الشمال. بعد كده أبدأ أرسم الأضلاع بالمقاسات بتاعتها. هو قايل لك في المثال طول الضلع كام؟ 50 ملم، يعني 5 سنتيمتر. يبقى أنت هتروح راسم الخط الزاوية اللي على اليمين ديت اللي أنت رسمتها، هتقيسها كده بالمسطرة وتخلي الخط ده تعيد عليه 5 سنتيمتر أهو بالشكل ده. طبعًا لو كانت قصيرة فأنت هتطول الخط شوية، تاخد المقاس يعني اللي هم ادولك في المثال. الناحية التانية برضو الزاوية اللي على الشمال هتعيد عليها وتبقى نفس المقاس برضو اللي هو كام؟ 5 سنتيمتر. الارتفاع هنعيد عليه برضو اهو 5 سنتيمتر. يبقى الطول والعرض والارتفاع كلهم متساويين. ابدأ بعد كده عند نهاية الضلع اللي هو اللي على اليمين هرسم خط قائم برضو بزاوية 90 درجة اللي هو الارتفاع، طوله برضو كام؟ 50 ملم يعني 5 سنتيمتر. وعلى اليسار برضو في نهاية الضلع برضو اللي هو اللي على اليسار دوت هرسم برضو الارتفاع اللي هو 50 ملم، وبعد كده أوصلهم أهو. يبدأ هيظهر قدامي بقى الشكل واحدة واحدة. طيب نيجي بقى عايزين نكمل الجزء اللي فوق بالمثلث بالزاوية 30 درجة. أبسط حاجة بالزاوية 30 درجة زي ما أنت رسمت الزاوية 30 درجة اللي تحت، لو خدت بالك كل الأضلاع المتوازية ها بتكون ليها نفس الزوايا. زي ما انت شايف كده الخط دوت اللي على اليمين ده زاويه 30، بص اللي فوقيه برضه بيوازيه بزاويه 30 درجه. الناحيه الثانيه الخط اللي انت هترسمه هنا اللي انا بشاور عليه بالماوس كده هترسمه هنا برضه بيوازيه بزاويه 30 درجه. ممكن تروح رسمه بالمثلث زي ما اتفقنا اهو، يبقى الخط ده اللي هو الضلع اللي احنا رسمناه دلوقتي بيوازي الضلع اللي على اليمين. اخد المقاس بتاعه كام؟ برضه 5 سنتيمتر، وبعدين اوصلهم ببعض. في طريقة تانية ممكن تعملها بالبرجل. تروح واخد المقاس بالبرجل اللي هو كام؟ 5 سنتيمتر، وتروح تقف عند النقطة اللي على اليسار ديت اللي أنا بشاور عليها بالماوس أهو، وتروح راسم قوس ناحية اليمين فوق كده هنا. وبعدين تروح تقف الناحية التانية برضو عند النقطة اللي على اليمين اللي أنا بشاور عليها دلوقتي بالماوس دي، وترسم قوس تاني يقطعه، فأنت هتروح محدد النقطة اللي هي بتاعت الرأس اللي هي اللي فوق ديت اللي أنا بشاور عليها دي، تروح موصلهم ببعض. دي طريقة سهلة برضو ممكن ترسم بيها. بعد كده أنا عايز أرسم بقى الخطوط الخلفية اللي هي بتكون عبارة عن إيه؟ شرط زي ما قلنا، لأنها مش باينة قدامنا بس هي موجودة، فعلشان كده لازم نرسمها. فهروح جاي من النقطة اللي فوق خلاص، وهرسم برضو خط قائم نقط أو خط شرط متقطع، يعني معناه ان الخط ده مختفي موجود في الجهه الخلفيه. المقاس بتاعه كام؟ برضه 5 سنتيمتر. احنا اتفقنا ان كل الاطوال في المكعب كلها متساويه. وبعدين برضه القاعده بتاعته بقى الضلع بتاعها اللي هو في الجهه الخلفيه برضه اللي ورا ناحيه اليمين برضه مش شايفينه، فهنرسمه عباره عن ايه؟ عباره عن خط نقط كده. وبعدين على اليسار نكمل الضلع التاني. حصلنا على الشكل المكعب خلاص. وبعدين عايزين نحدد برضو
الرؤوس بتاعته نسميها زي ما عملنا في متوازي المستطيلات. فا اكتب كده عند النقطة الأولى اللي هي رقم واحد دي، هنكتب عليها ايه؟ واحد، وبعدين اتنين، تلاتة، أربعة. ناخد بالنا الوجه اللي احنا شايفينه دلوقتي ناحية المستوى الرأسي سميناه ايه؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، علشان ده اللي احنا هنرسمه في المساقط دلوقتي. طيب في الجهة الخلفية بقى، المربع اللي هو موجود في الجهة الخلفية دوت هنسميه برضو، النقطة اللي تحت نسميها خمسة، وبعدين اللي على اليسار دي هنسميها ستة، واللي أعلى منها هنسميها سبعة، والأخيرة اللي على اليمين هنسميها إيه؟ تمانية. يعني معنى كده إيه؟ لما أنت تيجي تقف هنا ناحية اليمين كده وتبص على الشكل دوت، خلاص؟ هتشوف إيه؟ هتشوف مربع. المربع دوت نشوف كده إحنا مسمينه إيه؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. يبقى المربع ده هو اللي هيظهر فيه المسقط الرأسي. طيب مش في وراه المربع التاني اللي موجود في الجهة الخلفية اللي النقط بتاعته أو الرؤوس بتاعته اسمها إيه؟ خمسة وستة وسبعة وثمانية. يعني النقطة رقم واحد وراها مين؟ خمسة. النقطة رقم اتنين وراها النقطة رقم ستة. النقطة رقم تلاتة وراها النقطة رقم سبعة. والنقطة رقم أربعة وراها النقطة رقم تمانية. خلاص؟ نروح بقى كده نرسم المساقط بتاعة المكعب، وهتبقى بنفس الطريقة اللي رسمنا بيها برضو المساقط بتاعة متوازي المستطيلات. هرسم محورين، محور أفقي ومحور رأسي متعامدين على بعض، وبعدين المسقط الرأسي زي ما قلنا هنرسمه ناحية اليسار، المسقط الجانبي على اليمين، المسقط الأفقي هيكون لأسفل تحت المسقط الرأسي. هنسيب برضو سنتي، واحد سنتيمتر من المحور الرأسي، وناخد خط خفيف، ونسيب برضو واحد سنتيمتر من المحور الأفقي لأعلى، ونرسم خط خفيف برضو، وأبدأ أرسم بقى المسقط الرأسي. احنا قلنا انه هيبان ايه؟ مربع، والمربع دوت اللي هو خمسة سنتي في خمسة سنتي. رسمنا الضلع الأفقي بتاعه، وبعدين الارتفاع نفس الكلام خمسة سنتي هتقل عليه، واروح أرسم الخط اللي بيوازيه الضلع الثاني برضو الارتفاع 5 سنتيمتر، واوصلهم ببعض زي ما احنا شايفين كده. حصلت على ايه؟ المربع اللي احنا زي ما قلنا لو وقفت انا ناحيه اليمين وهبص على المكعب هشوف ايه؟ هشوف مربع. طيب نسمي النقط بتاعته، الرؤوس بتاعته زي ما احنا قلناها من شويه، واحد وخمسه، النقطه رقم واحد وراها كان مين؟ النقطه رقم خمسه. النقطه الثانيه اثنين، وكان وراها النقطه رقم سته. فوق النقطة رقم ثلاثة وكان وراها النقطة رقم سبعة، والأخيرة رقم أربعة وكان وراها النقطة رقم ثمانية. أروح أرسم المسقط الجانبي بنفس الطريقة برضو، هنبعد سنتيمتر، واحد سنتيمتر ناحية اليمين، وبعدين أرسم طول الضلع اللي هو كام؟ خمسة سنتيمتر. وبعدين من بداية الضلع أروح راسم الارتفاع اللي هو خمسة سنتيمتر برضو، ومن نهاية الضلع اللي احنا رسمناه أرسم الارتفاع الثاني، خلاص، وبعدين اوصلهم ببعض. حصلت على المربع برضو اللي احنا قلنا هنشوفه فين؟ في المسقط الجانبي. هنسمي برضو الرؤوس بتاعته زي ما احنا شفناها، النقطه رقم 2 وراها كانت النقطه رقم 1، النقطه رقم 6 وراها النقطه رقم 5، فوق النقطه رقم 7 كان وراها النقطه رقم 8، النقطه رقم 3 وراها النقطه رقم 4. عايزين نرسم المسقط الأفقي هنعمل ايه؟ هناخد اسقاطات برضو من المسقط الرأسي، وزي ما احنا عارفين انا لو جيت بصيت برضو على المكعب، المكعب ده زي الصندوق، لو بصيت عليه من فوق برضو هشوف ايه؟ هشوف مربع برضو. طيب لما اجي ارسمه هروح جاي واخد اسقاط من المسقط الرأسي، خط خفيف اللي احنا رسمناه باللون الأحمر ده، وبعدين اجي من عند المسقط الجانبي وانزل برضو باسقاط من عند النقطه رقم خمسه، وبالبرجل اكملها زي ما احنا متعودين، هقف عند نقطه التقاطع بتاعه المحاور واكمل اهو، ارسم قوس بالبرجل واكمله كده بالمسطره على امتداده علشان يتقاطع مع مين؟ مع الاسقاطات اللي كنا نازلين بيها من المسقط الرأسي. بعد كده اروح عند النقطه رقم واحد اللي هي اللي على اليمين، وانزل برضو باسقاط خفيف،
خط خفيف يعني، واكملها بالبرجل، اقف في نقطه التقاطع بتاعه المحاور، وبعدين اكملها بالبرجل اهو، ارسم القوس الكبير دوت، وبعدين اكمله بالمسطره، ونراعي ان الخط اللي انت هترسمه ها يبقى مستقيم وما يبقاش مايل. ما تجيش ترسم الخط وتلاقي يتعوج منك، تلاقي بدل ما هو طالع مربع كده بالشكل ده، لا تلاقيه مش مظبوط، وتلاقي الاضلاع بتاعته مش متساويه. بعد كده انتقل على الخطوط الاساسيه بتاعه المربع اللي ظهر في المسقط الافقي اهو، اللي باللون الازرق ده، وادي الضلع الثاني والضلع الثالث والضلع الرابع اللي تحت كده. احنا رسمنا المسقط الافقي. ابدا ارقم برضو، ارقم النقط او الرؤوس بتاعه المربع اهو اللي ظهر في المسقط الافقي، النقطه رقم 1 4، وتحتيها بقى هتبقى النقطه رقم كام؟ 1. النقطه الثانيه 3 و2 فوق النقطه رقم 7، وكان تحتيها النقطه رقم 6، والاخيره النقطه رقم 8 والنقطه رقم 5. كده احنا رسمنا المساقط الثلاثه اهوت للمكعب، و يعني لسه قدامنا طبعا في بعض المجسمات كتير لسه هناخدها ان شاء الله في المنهج في الحلقات اللي جايه. لسه معانا المنشور الرباعي زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه، والمنشور الثلاثي يعني القاعده بتاعته تبقى على شكل مثلث خلاص، والمنشور الخماسي والمنشور السداسي، وفي عندنا الاسطوانه، مجسمات كتير واشكال كتير مختلفه خلاص. هنبدا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه ناخدها مع بعض، وعايزكم ترسموا الاشكال او المجسمات اللي احنا رسمناها النهارده، المنظور الهندسي والمساقط والمساقط الثلاثه. ولو في اي سؤال او اي استفسار ابعتوا لنا، وان شاء الله هنجاوبكم يعني على اي استفسار. ولو في اي حاجه واقفه معاك او اي سؤال عايز تسال فيه ما تتكسفش واسال، احنا موجودين علشان خاطركم. وربنا يوفقكم ان شاء الله، واشوفكم في الحلقه اللي جايه، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.